هذه غير قصيدة أمازيغية للأمهات المعتقلين، خاصة جميع العائلات وجميع الساكنة بصفة عامة. الزغد عطانا يعني فرصة باش أحسن تهدير، أحسن تهدير، لأن الأمهات ومي جات ترون قان ترو كيف سنتسولنا قصيدة بعنوان أيماس ميمغناس ويتروشا اي ماس خوم غناس اي ماينو خوم غناس ويتروشا اي ماينو خوني جنتس نموني طويز نيودان صغار دي موناس زقامي حاين محسين ناقي سرمان ذو فراد زقامي قضاء رئيس زقامي قضاء رئيس ويتروشا قام ميم ضحاري ذا غيرس ويتروشا خوني ديسفقن يني جيتسن يني النفان يني يدان ويترو خوني يجي السيورن خيني يجي موثن ويظهار فارنسن صفض ذا يمينو يمطون صفض غادي مطون ناريف النار قيد عقن يجي تمتان كتاضي ستين نيس بقوسة يجي تخماما يجي الزون خطاويناس ماني جان ماني نغاقن شي ينغايخ فينس شي يسحقن شي يسهجن شي عذروخ السين وثي حاين شي وشي ناس ركيف السبسي ناس قيم حسب يثران جاي ذمراون جاي غزران ني الدوان ني ثيغوري ني أغروم ني ثوذاثة ميوذان يمينو وزما غد صباح ميني توقيعن خميني جان نشني ناس زو ثوذاث أم أوروبا أم إيران وينا نضر عسكا يقوبا عمود ورادو قطاس ندخان ورينو ينحاق خايف ماتنا غير حبوسات شي ديبيا شي عكاشا توريلت قرسيف وراد النضا فعما سي حنجا تازا عين عيشا فاس مكناس زيو ورادي والسورة دي ديطوان يقيمة سنحا إفران مانايا مزونا خقضان مزونا خفنان صفض يمطون أي مينو يمطونين مغران صباغ مورا مقران إما نعيش ذو ذات إشنان أم يوذان إما نمث سرعز أم نموثني نعذان أم نموثني مجهدا يعذان.